وكأنها في زمن الديناصورات. تمنحها قرونها هيبة خاصة كالغزلان والأيائل. تستخدم قرونها كسلاح لمحاربة أعدائها ولاستعراض مهارتها القتالية أمام الإناث. إنها خنفساء هرق، أقوى وأكبر الحشرات الطائرة على الأرض. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. تعيش خنفساء هرق في الغابات المطيرة في أمريكا الوسطى والجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية وجزر الأنتيل الصغرى. الذكور هي فقط من تملك القرون، يزيد طول القرن عن طول جسمها. يعتبر القرن هو العضو الأسرع نموا، يخرج من بين العينين. يحتوي هذا القرن على امتدادات سفلى، يشكل مع الجزء العلوي قبضة قوية. يستخدم الذكر قرنيه في محاربة أعدائه، حيث يستخدمه غالبا لكسر رأس العدو خلال المعركة ولاستعراض القوة أمام الإناث. تعيش اليرقات لمدة عام أو عامين. تتزايد اليرقة في الطول إلى أن تصل إلى 110 مليمتر، ويصل وزنها إلى 120 جرام. تتغذى اليرقة على الخشب العفن، ثم تنتقل إلى مرحلة العذراء، ثم مرحلة الانسلاخ، ثم تظهر الخنفساء البالغة لتجوب الغابات باحثة عن الفواكه الناضجة الساقطة من الأشجار، وهي من الخنافس المهددة بالانقراض. إذا كان هذا الفيديو قد نال إعجابكم، فادعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.